فالنادي الاهلي عمل مباراه حلوه امبارح. النادي الاهلي عمل مباراه حلوه امبارح. هتيجي تاخده الجنيه طيب ولا خليه معايا؟ ماشي ماشي ماشي. فالنادي الاهلي عمل مباراه جيده جدا امبارح. كان هناك مكاسب كثيره جدا جدا في هذه المباراه. من ابرز هذه المكاسب, وبالمناسبه عشان اللي هقوله الفتره اللي جايه هيحصل, هتشوفوه هيحصل بعد كده, يعني اللي هقوله لكم في بعد ما نشوف التقرير مكاسب النادي الاهلي في هذه المباراه, هقول لكم على موضوع هيحصل, هتشوفوه هيحصل الثلاث اربع ايام اللي بعد كده. خلينا بس الاول نطلع نشوف تقرير عن اهم مكاسب النادي الاهلي في مباراه كانو سبورت, وهنرجع نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 هتشوف ايه اللي هتكلم مع حضراتكم فيه علشان اقوله من دلوقتي, لانه هيحصل بعد الاسبوع اللي جاي, هيحصل بعد الاسبوع اللي جاي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العديد من المكاسب بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا برباعية نظيفة في إياب دور الاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال إفريقيا, أو كما يقولون في الأمثال ضرب عصفورين بحجر واحد. وصل المارد الأحمر انتفاضته بالبطولة الإفريقية وحقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بعد الفوز على إطلع برا بطل جنوب السودان ذهابا وإيابا, ثم كرر الفوز على كانو سبورت في غينيا الاستوائية وبرج العرب ليحجز مقعدا في منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية للمرة السابعة عشرة في تاريخه. من المكاسب التي حققها الأهلي من انتصاره على كانو سبورت الخروج بشباك نظيفة في بطولة دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي في ظل تألق من خط الدفاع وحارس المرمى. استمرار في الرباعيات, نجح الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر في تحقيق الفوز الرابع له مع الأحمر منذ توليه المهمة خلفا للأوروغواياني مارتي لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر, حيث حقق فايلر الفوز على كانو سبورت ذهابا وإيابا وحقق لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك قبل أن يفتتح مشوار رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف من دون رد. من المكاسب التي خرج بها الأهلي وجهازه الفني من المباراة تطور مستوى اللاعبين داخل الفريق دفاعيا وهجوميا بالإضافة إلى الأداء البدني المميز طوال 90 دقيقة, ونجاح سوسري فايلر في إعادة البريق الهجومي للفريق الذي خفت مع المدرب السابق بخلاف التنوع الخططي للمدرب السويسري والجمل التكتيكية الواضحة. هذا بخلاف المستوى الطيب لعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمود وحيد الذي قدم مستوى طيب بالإضافة إلى الدبابة المالية أليو ديانج الذي كان مفاجأة فايلر للجميع في مباراته الأخيرة, حيث قدم أداء ولا أروع استحق أن يكون رجل اللقاء بتحركاته الواعية وتمريراته الدقيقة الحاسمة, ليضع الجهاز الفني في حيرة بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين والمنافسة المشتعلة بينهم من أجل نيل ثقة المدرب لضمان التواجد في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. طيب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي موضوع مهم جدا وهتشوفوه بيحصل خلال الفترة اللي جاية, وهتشوفوا الكثير من ما دايما أنا بسميهم كده الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. طيب احنا شفنا في مباراة امبارح وزي ما حضراتكم شفتوا في التقرير ان من اهم مكاسب النادي الاهلي مثلا ان احنا عندنا دلوقتي محمود وحيد بيلعب باك ليفت وعلي معلول بيلعب باك ليفت. علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا. محمود وحيد واحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي في هذا المكان وفي مصر من وجهة نظرنا. الناحية التانية عندك احمد فتحي ومحمد هاني. الاثنين افضل من بعض. احمد فتحي قوه كبيره جدا جدا وتقدر تقول زي ما تقول عن احمد فتحي, ونفس الكلام بالنسبه لمحمد هاني. عندك في وسط الملعب اليو ديانج, حسام عاشور, حمدي فتحي وعمرو السولي, اربع لاعبين عايز المفروض يلعب منهم اثنين فقط. عندك في الجزء الامامي عندك وليد سليمان,
عندك مجدي قفشه، عندك صالح جمعه، عندك وليد ازارو، صلاح محسن، مروان محسن لما يرجع بالسلامه، ناحيه الشمال عندك رمضان صبحي، عندك جونيور اجاييه، عندك حسين الشحات، عندك لاعبين كتير جدا، احمد الشيخ، عندك لعيبه كتيره جدا. طبعا في قلب الدفاع حدث ولا حرج، عندنا خمس او ست لاعبين منهم محمود متولي مصاب، لكن عندك رامي ربيعه، ايمن اشرف، سعد سمير الحمد لله رجع من الاصابه بالمناسبه، ايضا محمد محمود بينضم لهذه القائمه اللي انا اتكلمت فيها مع حضراتكم، وسعد سمير مع ايمن اشرف مع رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم مع محمود متولي.